مواقف لما ذكر عليه الصلاة والسلام خبر آخر أهل الجنة دخولا فيها. ذكر عليه الصلاة والسلام أن لما يصرف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، رجل ليس عنده أعمال صالحة فيذهب ما وقع في النار لكن واقف أمام النار، يأتيه من نتنها ومن دخانها وحرها فيقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار. فيقول الله تعالى: أرأيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيره أبدا، لكن اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها، يعني أحرقني. عندها يأذن الله تعالى له ويصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رأى من بعيد شجرة ورأى من ظلها وتحتها ماء حسن، يقول: يا ربي أدنني من تلك الشجرة. يقول الله: يا ابن آدم أرأيت إن أدنيتك منها هل تسألني غيرها؟ يقول: وعزتك وجلالك ما أسألك غيرها. فيدنيه الله تعالى منها، يجعل هذا الرجل يقترب من الجنة حتى يقول: يا ربي أوقفني عند باب الجنة، لا تدخلني، أنا ما عندي عمل صالح لكن أوقفني عند بابها. صحيح. قال: فيوقف عند بابها، فإذا أتاه من ريحها وطيبها قال: يا ربي أدخلني إلى الجنة. قال: فيدخل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: فيخيل إليه أنها ملأة، ينظر: هل القصر إلا والله فيه سكان؟ ينظر: النهر إلا فيه ناس جالسين؟ القصر الفلاني والله فيه سكان، كل مكان مليان. فيقول: يا ربي أدخلتني الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. توقع أنها صغيرة، كل امتلت الجنة ما بقى لي مكان. قال: فيقول الله تعالى له: يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي. قال: هذا لك ومثله معه. قال: رضيت ربي. قال: ومثله معه. قال: رضيت. قال: ومثله معه ومثله، حتى إذا وصل إلى خمس قال: هذا لك وعشرة أمثاله. فيقول العبد: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ ما صدق، ما صدق. إيه أنا إيش عندي من أعمال حتى يا ربي تعطيني كل هالفضل؟ قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك وضحك حتى بدت نواجذه، طبعا نواجذه يعني الأنياب، بدت من اتساع ضحكته عليه الصلاة والسلام. دل هذا أيضا على أن ضحكه هنا له سبب، وهو فرح برحمة الله تعالى وفضله. إن رب العالمين من سعة رحمته إن حتى الإنسان المذنب يوم القيامة ما يصدق: يا ربي تعطيني كل هذا، من شدة يعني فرحه به يقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام.